مساء الخير أصغانا، قرارات السياحة لأول مرة يقوم بزيارة معبد جارنيا التاريخي في الليل. الآن الساعة 7:10 مساء بتوقيت يريفان. عندنا الضيوف حبوا أن يسوي لهم زيارة مميزة. الزيارة المميزة طبعاً هم زائرين هذا المكان سابقاً، فاقترحنا عليهم أن نقوم بزيارة هذه المنطقة بالليل. الشيء اللي يختلف بالليل إنارة المعبد، معبد جارنيا التاريخي، عنده تقرير مفصل عنه يمكنكم تتابعوه على اليوتيوب من خلال قناة قرارات السياحة. هسه راح نقرب من المعبد نصور لكم إياها حتى تشوفون معالمها بالليل. الشيء المميز في معبد جارني في المساء الإنارة، متبعين قد هندسة ضوئية مميزة، تتغير ألوان البروجكترات نشوفها، والحد الآن السواح والزوار هذه الساعة المتأخرة يزورون هذا المكان. طبعا معبد جارني اشتغل لمدة 1000 عام حصن دفاعية منيعة، كان المقر الصيفي لملوك الأرمن. كل اللي زاروا أرمينيا زاروا معبد جارني. محاطة من جهاتها 3 بوادي عميق، ويجري داخل الوادي نهر آزاد.